بلعب على انسترومنتس مختلفة بس بروح وحدة وهي الإيقاع والموسيقى. اللي كانت طنجرة أمي سو كان عمري شي 3 سنين قلبت الطنجرة واستعملتها كده. بعدين عرفت انه في طبلة وبيحملوها هيك. كان صار عمري 10 سنين انسترومنتس وركزت عليها. ممكن يعبر فيها عن حاله ويسمع العالم الشيء يعبر عنه كمان. الهارموني بتكون بول وعايش عايش هيك بهيدي الهارموني. وهلأ معك اليوم بمروان خايل لنشوف شو هارموني تبع الشارع وكيف فينا نفسر هيدا الشيء إيقاعيا.